طيب دلوقتي نروح نتابع أسعار صرف العملات الرئيسية وحالة البيع والشراء الخاصة بها. نبدأ بسعر الدولار الأمريكي، هنلاقي البيع 15.77 والشراء 15.65. نروح لليورو، سعر البيع 17.37 والشراء 17.23. أما الجنيه الاسترليني فالبيع فيه 20.67 والشراء 20.50. دولار كندي، سعر البيع فيه 12.42 جنيه وسعر الشراء 12.31 جنيه. فرنك سويسري، بيع 16.79 وشراء 16.64. أما الريال السعودي فالبيع فيه 4.20 جنيه و4.17 جنيه للشراء. الدينار الكويتي، سعر البيع فيه 51.93 جنيه أما الشراء 51.41 جنيه. أما الدرهم الإماراتي فسعر البيع فيه 4.29 جنيه وسعر الشراء 4.26 جنيه. واليوان الصيني، البيع ليه النهاردة 2.48 جنيه والشراء 2.46 جنيه. نروح لأسعار الذهب، هنلاقي ان عيار 18 سعر السوق الحالي 757 وعيار 21 بيسجل سعر بيع بيقدر ب 883. اما عيار 24 فهنلاقي السعر السوق ليه وصل ل 1008 جنيه للجرام، وجنيه الذهب سعر السوق 7046 جنيه.